مسيرة خير مباركة تتبلور ملامحها بخطوات واثقة وطموحة لتمهد الطريق لتمتد يد النماء إلى المناطق الشمالية للبلاد تحقيقا لرؤية أمير الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وتنفيذا لهذه الرؤى السامية تتشرف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بإهداء جسر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهو مشروع استثنائي في المنطقة وعلى مستوى العالم بأسره، حيث يعتبر بوصلتيه أطول جسر بحري شيدته يد الإنسان. وبغرض تنفيذ هذا المشروع الحيوي العملاق الذي يعد واحدا من أضخم المشاريع في مجال النقل والبنية التحتية في الكويت والمنطقة بأسرها، التقت خبرات العالم من شرقه وغربه لتصميم الجسر وفقا لأعلى المعايير العالمية في مجال هندسة الجسور، وتلقته أيادي مجموعة مبدعة من الشباب الكويتي المخلص الذين أداروا المشروع بكل كفاءة وتفان. ونشهد اليوم اكتمال أحد أهم وأضخم المشاريع التنموية بالدولة، وهو جسر الشيخ جابر رحمه الله الذي يعد أحد أطول الجسور البحرية على مستوى العالم، حيث تم تصميمه وتنفيذه وفقاً لأحدث المعايير التصميمية العالمية في مجال الجسور والسلامة على الطريق بالميزانية المعتمدة والمدة الزمنية المقررة له. وأسفر العمل الدؤوب عن أيقونة معمارية متفردة تتجه إليها أنظار المختصين في جميع أرجاء المعمورة إعجاباً بهذا الإنجاز الفريد. وفيما يلي استعراض لكافة عناصر المشروع بعد استكمال أعماله. تحويلة الغزالي، والذي يربط المشروع بشارع الغزالي ومشاريع الهيئة المجاورة. جسر لشويخ، والذي يمر بمحاذاة ميناء لشويخ. تقاطع لشويخ، والذي يربط المشروع بوصلة الدوحة السريعة. الجسر البحري شاملا الجزر الاصطناعية والممر الملاحي حتى الصبية. طريق الصبية حتى تقاطع الصبية، والذي يربط الجسر بجزيرة بوبيان ومنطقة الجهراء. يعتبر مشروع جسر الشيخ جابر ركيزة أساسية لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لكويت 2035، وقد أخذنا على عاتقنا منذ اليوم الأول هدف واحد، ألا وهو إنجاز هذا الصرح الذي يعتبر أحد أطول الجسور البحرية على مستوى العالم هنا في الكويت ضمن وقته التعاقدي والكفاءة المطلوبة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية. كما شمل المشروع تنفيذ عدد 1200 دعامة و1200 عارضة صندوقية سابقة الصب ومصبوبة بالموقع تتراوح أطوالهم من 40 مترا إلى 60 مترا. يشتمل الجسر على 3 حارات مرورية بالإضافة إلى حارة أمان في كلا الاتجاهين، وبسرعة تصميمية تصل ل 120 كيلومترا في الساعة. يعد جسر الشيخ جابر أحمد الصباح أحد أطول الجسور البحرية بالعالم بوسطيه، حيث يبلغ طول وصلة الصبية 36 كيلو وطول وصلة الدوحة 12 كيلو وبطول إجمالي 48 كيلو. تم استخدام أكثر من 100 قطعة بحرية وأكثر من 650 قطعة برية لإتمام إنشاء مشروع جسر جابر. عدد العمال في وقت الذروة وصل إلى أكثر من 6500 عامل. عدد ساعات العمل في مشروع جسر جابر وصلنا إلى 70 مليون ساعة عمل. عدد الركائز هو 1557 ركيزة بقطر 3 متر. عدد العوارض الصندوقية فقط الصب هو 950 عارضة صندوقية و252 عارضة صندوقية مصبوبة بالموقع. وزن العارضة الصندوقية الواحدة لطول 60 متر هو 1800 طن ولطول 40 متر هو 950 طن. كما تم استخدام لأول مرة بالكويت نظام القوالب المتحركة لصب العوارض الصندوقية للجزء البري بالجسر. تم تنفيذ حاضنات بيئية للأحياء البحرية بإجمالي 1000 مستوطنة خرسانية سابقة الصب، وزرعت عليها الشعاب المرجانية تم الإشراف عليها من قبل الهيئة العامة للبيئة واستشارة بيئة عالمي بضمان تعويض الأحياء البحرية وعدم المساس في جون الكويت. يشمل المشروع على معبر ملاحي مخصص لعبور السفن إلى ميناء الدوحة بعرض 120 متر وبفراغ ملاحي 23 متر من أعلى مد، و
ويشمل أيضا على جسر معلق بالكيبلات الفولاذية بارتفاع 151 متر يضاهي بارتفاعه أبراجه الخمسة. اسم المشروع جزيرتين صناعيتين بمساحة تقريبية 280 ألف متر مربع ومباني خدمية ومباني حكومية بالإضافة إلى المارينا ومساحات إضافية للاستثمار المستقبلي وإمكانية التقاط متعددة الجسر. بلغت إجمالي كمية الخرسانة المستخدمة في المشروع 1,113,000 متر مكعب وإجمالي كميات حديد التسليح 184,000 طن وإجمالي كمية الأسفلت 466,000 طن. يشتمل المشروع على غرف للمراقبة والتحكم المروري وكذلك على 600 كاميرا متنوعة موزعة على امتداد الجسر لسلامة مرتبي الطريق وللتحكم في الانسيابية المرورية. كذلك يشتمل الجسر على محطات وزن ثابتة ومجسات لوزن الشاحنات المتحركة العابرة على الجسر. بلغ عدد فواصل التمدد للجسر 237 وحدة بطول 3800 متر وعدد ساندات الجسر 2962 وحدة، كما بلغ إجمالي كمية الدفان للجزيرتين وعلى امتداد الصبية وشويخ حوالي 20 مليون متر مكعب. إن إنجاز هذا المشروع سوف يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار وسوف يوفر طريق استراتيجي جديد يربط ما بين مدينة الكويت والتطوير المستقبلي للمنطقة الشمالية من البلاد، وسوف يحقق عملية التكامل مع باقي المشاريع التنموية بالدولة. يحق للكويت أن تفتخر بهذا الإنجاز الكبير بتحول حلم طال انتظاره إلى واقع ملموس، وليمهد الطريق نحو آفاق رحبة من التنمية والازدهار، وليكون محركاً ودافعاً نحو مزيد من الإنجازات والتنمية التي تستحقها أرض الخير والسلام والإنسانية.